الملتقى الدولي حول العلامة الجزائري محمد العربي التباني احتضنته مدينة برج بوعريريج بحضور مشايخ دين من دول مجاورة. الطبعة الرابعة للمنتدى جاءت بعنوان الفكر الأشعري ودوره في تثبيت الوحدة العربية في المغرب العربي وإفريقيا. الطبعة الرابعة التي تعقد برعاية سامية من السيد رئيس الجمهورية هي في الحقيقة زيادة للتآزر والتآخي، وهذا بفضل السادة العلماء الذين شرفونا من سواء من تونس أو من إفريقيا أو من الجامعة الجزائرية. هذا العالم الجليل هو الشيخ التباني الذي دافع عن العقيدة الأشعرية وله كذلك باع في العلم الحمد لله، وهذا يعني من منطلق أن المجلس جعله ملتقا سنويا ويكرره في كل سنة ليحيي يعني شخصية التباني من طريق عدة مداخلات عدة محاور. الوحدة الوطنية إنما تنطلق من مبدأ الوسطية والاعتدال الذي هو في الحقيقة منهج الفكر الإشعري أو العقيدة الأشعرية. تمكنت في الحقيقة العقيدة الأشعرية من أن تصنع أقول ربما أساس متين يتعلق بهذا المنهج الوسطي المعتدل، والذي سمح لها بأن تتجاوز أيضا أقول ذلك الجدل الموجود بين النقل والعقل، ومن ثم أصبح لديها إقبال كبير عند عموم الأمة. مداخلة ثرية شهدها الملتقى تمحورت حول أصول وفروع الفكر الأشعري بحضور لافت لأشقاء ملمين بالموضوع. المذهب الأشعري منتشر في المغرب العربي وفي أفريقيا، وبالتالي يمكن الحديث عن نشأة هذا المذهب وعن مساهماته في الجانب السلمي الاجتماعي والأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة المباركة إن شاء الله تعالى. هذه الندوة في اعتقادي أن نكون واعين بها، أن نعطي القيمة العلمية للجزائر الحمدية وللجزائر كذلك المعاصرة في نشأة أو في ترسيم الأشعرية وفي تثبيتها وفي نشرها. الملتقى الذي جمع أساتذة وعلماء دين كان محطة للتعريف بالمذهب الأشعري في المغرب العربي وإفريقيا ومساهمته في الحفاظ وترسيخ الوحدة الدينية بالمنطقة.